HIV يعتبر the first leading cause of death from infectious diseases. TB continues to kill 2 Indians every 3 minutes. Doctors say misdiagnosis and incomplete treatments have allowed TB to thrive like never before. The germs are becoming smarter. They are becoming resistant to the antibiotics that have been around for 50 years. The incredible resiliency and slow replication of these bacteria has made TB one of the most difficult bacteria to eradicate in the history of infectious diseases. For 10 years, Anju has been fighting the illness, but the drugs haven't worked. DNA findings in ancient Egyptian remains has provided us with evidence that TB is well over 4,000 years old. ما في شك ان التي بي يعتبر ذكرى بعيده بالنسبه للناس في امريكا، الا انه يعتبر تهديد دائم، كابوس حقيقي بالنسبه للناس في دول العالم الثالث زي الهند. كل كف، كل فيفر، كل نايت سوي ممكن يكون دليل على وجود بكتيريا مرعبه عايشه في الرئه. الناس تشخيصهم بالتي بي يعتبر بمثابة حكم الإعدام ليهم، حتى المضادات الحيوية في العلاج ممكن تكون قاسية وما بترحمش، ومع العلاج برضه ممكن يحصل الريميشن، وكل ده يخلي الطريق للشفاء التام صعب جدا ومؤلم، واللي يصعب حياتهم أكتر وأكتر الاستيجما اللي بيبقوا عايشين بيها من عائلتهم ومن المجتمع حواليهم، ووصفهم بالأنكلين أند كونتيجن. طبقا للدبليو اتش او في ازيد من 10 مليون واحد بيتشخصوا بتي بي في العالم سنه 2021، منهم 2.5 مليون في الهند لوحدها، اما بالنسبه للتي بي في امريكا فحوالي 7000 حاله سنه 2021، نقارن ده بالرقم في سنه 60 ازيد من 55000 حاله، واللي اكيد ده هينعكس على المورتاليتي ريت، واللي كان سنه 60 ازيد من 10000 حاله ودلوقتي في 2020 وصل ل 600 حاله، والسبب الرئيسي في النزول ده مع تطور المضادات الحيويه وطرق التشخيص الريسبيراتوري ايزوليشن، اعزل المريض وياخد الدواء اجباري. عشان كده لازم نفهم كويس، انا دكتور احمد سامي ودي ميراكي اكاديمي. يلا بقى نبدا التي بي، هنتكلم في الفيديو ده عن البيزكس بتاعت التي بي، وان شاء الله في الفيديو اللي بعده هنتكلم عن الكلينيكال. نبدا اول حاجه بالترانسميشن، التي بي بيتنقل عن طريق الايربورن، مهم جدا تفرق ما بين الايربورن والريسبيراتوري دروبليت. الاول الاثنين بيبقى سببهم ايه؟ بيبقى سببهم الكف والسنيزنج، لكن في اختلاف بينهم بيبقى عن طريق السايز اوف بارتكل and the aerodynamic behavior of particles. الايربورن لما تكون الايروسولايزد بارتكلز اقل من 5 مايكرون، يعني صغيره جدا، مش بس كده وكمان بتبقى سسبندد في الهواء لمده طويله وممكن تترافل لمسافات طويله عن طريق الاير فلو. لكن الريسبيراتوري دروبليت لما تكون الايروسولايزد بارتكلز ازيد من 5 مايكرون ومش بتبقى سسبندد في الهواء، وكمان بتبقى في رينج محدد بيكون من 3 ل 6 أدم. فلذلك الامراض اللي بتتنقل عن طريق الايربورت محتاجه بريكوشن عالي، فلذلك لازم تلبس لها ماسكات المينيمم فلتر كاباسيتي بتاعها 95%، واعرف اصلا ان 95 عشان تمنع الانهيليشن. لكن الامراض اللي بتتنقل عن طريق الريسبيراتوري دروبليت يكفي انك تلبس سيرجيكال ماسكس في خلال مسافه من 3 ل 6 أدم، ولازم تعرف ان الشخص اللي عنده اكتف تي بي هو اللي بيترانسميت تي بي مش البيتنت، وان السنجل كف ممكن تجنريت ازيد من 3000 انفكتد دروبلت، وانت محتاج 10 سبلاي عشان تنشيت الانفكشن. متخيل الارقام؟ ده بيبين لك قد ايه التي بي هايلي انفكشوس. بعد ما عرفنا ازاي بيتنقل ندخل في الباثوجينسيس بتاعه، والقاعده الاولى اللي هقولها نو اندوتوكسين اور اكزوتوكسين في التي بي، الدمج بيحصل بسبب الاميون سيستم. القاعده الثانيه الموست امبورتنت فيريلنس فاكتور في التي بي ان هو
فخلطة الانتراسيلر لازم تعرف في العموم ان معظم البكتيريا اكستراسيلر باثوجينز، يعني مش محتاجة تدخل خلية الجسم عشان تهاجمها، وده مثلا على عكس الفيروسات لازم يدخل خلية الجسم عشان يهاجمها ويعرف يعمل ريبليكيشن. هنا التي بي مش زي اي بكتيريا عادية، التي بي فاكولتيف انتراسيلر، التي بي بيعمل حركة صايعة جدا لما بيدخل خلية. تعالوا نحكي الموضوع من الاول، بس قبل ما احكي الموضوع عاوز اقول معلومة لازم كل الناس تبقى عارفاها في الاول. الهولمارك اوف تي بي باثوجينيسيس هي جرانيولوما انفلاميشن، وان الجرانيولوما دي تعتبر كرونيك انفلاميشن، والكرونيك انفلاميشن بيحصل غالبا لما الاكيوت انفلاميشن يفشل ان هو ايراديكيت الانفكشن، او ممكن نقولها بمصطلحات الاميونيتي، لما الانيت اميون سيستم يفشل في انه ايراديكيت الانفكشن فبيحصل اكتيفيشن للادابتيف اميون سيستم. الخليه المهمه في الانيت اميون سيستم في الجرانيولوما هنا هي الماكروفاج، اما الخليه المهمه في الادابتيف اميون سيستم هنا هي التي سيل، تحديدا السي دي 4 سيلز. يبقى من الساش الايكويشن دي جرانيولوما فورميشن معناها ايه؟ معناها كرونيك انفلاميشن، معنى كده ايه؟ فشل في الاكيوت انفلاميشن، معنى كده ايه؟ فشل في الانيت اميون سيستم، يعني فشل الماكروفاج يعني اكتيفيشن اوف ادابتيف اميون سيستم يعني اكتيفيشن اوف سي دي 4 سيلز. تمام كده؟ تمام. نرجع بقى للقصة من أولها. الموضوع بيبدأ لما المريض يعمل inhalation aerosolized particles بتنزل لحد ما توصل lower respiratory tract، تروح مسكاها الالفيولار ماكروفاج عاملها ingestion. في الطبيعي الماكروفاج لما بتعمل انجاف لأي بكتيريا تروح عاملها فاجوسوم، والفاجوسوم يروح لاحم في اللايسوزوم جوه الماكروفاج، صح ولا لا؟ صح طبعا. اللي بيحتوي على هيدروليتيك انزيم فتكسر خليه البكتيريا وتموت. التي بي بيريزيست العمليه دي تحديدا، بيمنع الفاجوسوم لايسوزوم فيوجن، وده بيسمح بالانترا سيلر سرفايف. لما الماكروفاج ما تعرفش تقتل التي بي تبدا تبعت سيجنال، السيجنال دي عباره عن كيمو كاينز عشان تأتراك الأزر إميون سيلز as the site of infection، وأول خلية بتيجي النيتروفيلز. كمان الماكروفاج أو عشان تبقى specific أكتر المونوسايد درايفد ماكروفاج، وأهم خلية طبعا كمان بتيجي التي سيل، تحديدا الماكروفاج بتأتراك السيلي 4 سيلز. طب ليه السيلي 4 سيلز بتيجي؟ السيلي 4 سيلز بتيجي عشان تإنهانس الأكشن في ماكروفاج، أو ما يطلق عليه الماكروفاج كيلينج. الموضوع بيبدأ ان الماكروفاج تبدا تعمل بريزنتيشن للتي بي انتيجين على الميجر سيل كومباتيبلتي كلاس 2، والانتيجين ده بيحصل له ريكوجنيشن بعد كده طبعا بالتي سيل ريسبتور بتاعه السي دي 4 وذاكرين اميونيتي. اكيد لازم نعترف ان عمليه البريزنتيشن دي بتبقى ضعيفه، لان ببساطه عشان تعمل البريزنتيشن على الميجر سيل كومباتيبلتي كلاس 2 لازم تعمل فيوجن ما بين اللايسوزول والفاجوسول، وبيحصل فراجمنتيشن للتي بي، والانتيجين بعد كده يحصل له بريزنتيشن على الميجر سيل كومباتيبلتي كلاس 2، لكن التي بي ريزيست للفيوجن ده. فهمني. المهم ان بيحصل البريزنتيشن ويحصل الانتر اكشن ما بين الميجر سيل كومباتيبلتي كلاس 2 اند التي سيل ريسبتور. اول لما بيتم بالانتر اكشن ده الماكروفاج بتروح مطلع الانتر نيكون 12، يروح عامل الديفرنشيشن. الديفرنشيشن لحاله السيلي فورسز اللي هي التي هيلبر 0 وحولها للتي هيلبر 1، وتروح رده التي هيلبر 1 بانها تريديز الانترفيرون جاما. الانترفيرون جاما بقى بيعمل حاجات مهمه جدا في الماكروفاج، بياكتيفيت الانفكتد ماكروفاج، بيزود الانتيجين بريزنتيشن باي ميجر فيرس كومباتيبلتي كلاس 2، بيزود البرودكشن اوف نايتريك اوكسايد اند الرياكتيف اوتوزيشن. فكل ده بيساعد في الماكروفاج كيلينج. يبقى ابدا ما ننساش التو ميديتور دولت في تكوين الجرانيولوما ووظيفتهم، الانتر نيكون 12 ووظيفته الديفرنشيشن للتي هيلبر 0 للتي هيلبر 1، والانترفيرون جاما ووظيفته اكتيفيشن اوف ماكروفاج. كل اللي احنا شرحناه ده كنا بنسميه في الاميونيتي ايه؟ طبعا السيل ميديتور اميونيتي او اختصارا بالسي ام اي، واللي بيكون فيه التي سيل افكتور ميكانيزم ريسبونسبل فور كلير اوف انفكشن راذر ذان الانتي بوديز. طب الميكانيزم ده بنشوفه في اي نوع من الهايبر سنسيتيفتي ريأكشن؟ طبعا الديليت فاينل هايبر سنسيتيفتي ريأكشن، التايب 4 هايبر سنسيتيفتي ريأكشن، وبرضه الميكانيزم ده اللي قايم عليه فكره التيوبوكلين تيست، وقايم عليه فكره الانترفيرون جاما ريليز السي، واختصارا بالاجراء.
انا بقول الهجره مش الهجره. وعاوز اقول معلومه صغيره هنا عشان ممكن نحتاجها في السكريننج. الانتر كيرنج ده منطقي جدا يبقى عارف المريض اللي عنده تي بي مقارنه بالهيلث، الا ان ما ننساش ان العيان الادفانس تي بي الانتر كيرنج بيقل. نفس الكلام ينطبق على التوب كلين تيست. شايفين الانتجريشن عاملين نربط اميونيتي بمايكرو بباثولوجي بكلينيكال. المهم نرجع تاني بقى لخلايا الماكروفاج والنيتروفيلز والسيني فور سيلز، بتبدا تتراكم في مكان الانفكشن. مش بس كده، ده كمان التي هيلبر 1 بتطلع الانترليكون 2 وده وظيفته ان يعمل حاجه بنسميها الكولونال اكسباجن. يعني ايه كولونال اكسباجن؟ يعني خلايا السيني فور سيلز اللي اتعرفت على الانتيجين هي فقط اللي بيحصل لها الاكسباجن او البروليفريشن. فلذلك دايما بيحصل عمليه الكولونال اكسباجن بعد عمليه الكولونال سيلكشن. يعني ايه كولونال سيلكشن؟ يعني خلايا السيني فور سيلز لما بيحصل لها اتراكشن بتيجي في مجموعات مختلفه، كل مجموعه بنسميها كلون، بتقعد تجرب وتشوف هل هيحصل انتر اكشن ما بينها وما بين الماكروفاج. فخلايا السيني فور سيلز تقعد تجرب لحد ما تشوف انه كلون هيعشم عن الانتيجين على سطح الماكروفاج. وانس حصل الفت ما بين الكلون بتاع السيني فور سيلز اند الماكروفاج، كده يبقى حصل سيلكشن. بعد كده يحصل بروليفريشن للكلون ده فقط اللي اتعرف على الانتيجين، يبقى كده حصل الاكسباجن. يعني مش كل خلايا السيني فور سيلز بيحصل فيها بروليفريشن، لا، خلايا السيني فور سيلز اللي اتعرفت على الانتيجين فقط. ودي هنفهمها اكتر لما ندرس الاميونيتي. المهم الانتر ليكون 2 بيعمل كلونال اكسبانشن للسيني فور سيلز اد ذا سايت تو انفكشن. مش بس كده، الماكروفاج كمان بتلحم في بعضيها وتعمل ما يسمى الجايد مالتي نيوكليتيد سيل. فيكون عندي الناتج في النهايه عباره عن ايه؟ عباره عن مايكروسكوبيك اجريجيشن اوف ماكروفاج سراوند باي كولر لمفوسايت، وهي دي يا سيدي الجرانيوما. يبقى تعريف الجرانيوما ببساطه ده تجمع من خلايا الماكروفاج والتي لمفوسايت ردا على انفكشن الجسم مش قادر يعمله كلير، ويبقى الهدف منها ان تمنع انتشار التي بي وتحوطه في مكان الانفكشن. مش بس ده اللي بيحصل، بيحصل كمان نيكروزس في الخلايا اللي في نص الجرانيوما، وبنسمي النيكروزس ده كازياس نيكروزس. ليه؟ لان بيبقى الديد تشو سوفت اند وايت، بيبقى شبه الجبنه فبنسميه الشيلد لايك نيكروزس. والاريا بتاعه الجرانيوما اللي حصل فيها بسميها جولز فوكس. يا ريتها بتقف على كده، لا ده كمان التي بي بيروح للهيدر ليمفود، وده ممكن يبقى عن طريق الاميون سيلز. خلايا المناعه هي اللي بتوديه بنفسها، وده طبعا اكيد مفهوم ليه، ده بيزك اميونولوجي. او التي بي بنفسه هو اللي بينتشر ويعمل دايركت اكستنشن تو هيلر ليمفود. طب انت شاطر في الرياضه، بص العمليه الحسابيه المعقده دي، جولز فوكس وهيلر ليمفادينوباثي بيساوي جولز كومبلكس. دي مكانها بيبقى غالبا في اللور لوب ان ذا لانج، علامه استغراب. اما ايه بقى حكايه ان التي بي بيحب الاكسجين او ما يطلق عليه الاستريكت ايروب وبينفكت الابر لوب والايبكس بتاعت اللانج؟ اهدى عليا، هوضح لك الموضوع لما نكمل الفيديو. في الجرانيوما كمان التي سيل بتاتراكت الفايبروبلاست عشان تريبليس الدستركشن اللي بيحصل من الخناقه دي كلها بفايبر ستيشن. فاكر لما قلت لك في اول الباثوجينيسيس ان مفيش اندوتوكسين ولا في اكزوتوكسين للتي بي، ولكن الدمج بيحصل بسبب الاميون سيستم. بعد كده بيحصل للجرانيوما كالسيفيكيشن وتبدا تظهر في الاكس راي كالسيفايد جولز كومبلكس، ودي بنسميها راج كومبلكس. الكولايز انفكشن اللي حصل ده بسميه برايمري تيوبركلوزس، وبيبقى غالبا اسيمبتوماتيك او لو عمل اعراض بيعمل الفلو لايك سيمبتومز. المهم ان المريض مش بيلاحظ ان هو بقى مصاب بالتي بي. في النهايه انت عندك ثلاث احتمالات ممكن يحصلوا. اول واحد هو الريزوليوشن، هو انك تكون هيلثي وجهاز المناعه عندك قوي يروح عامل بكتيريال كليرنس اند سكار فورميشن، وده احتمال وارد جدا. اما الاحتمال الثاني ان التي بي يفضل حي ويبقى دورمنت ومتحوط بجرانيوما، والدورمنت ده بيسموه ليتنت تي بي. استنى هفاجئك، تلت سكان العالم عندهم ليتنت تي بي انفكشن، واختصارا بيقول عليه ال ان تي بي ار. بتعرف ان ليتنت تي بي نون انفكشوس، وده هيبقى مستني جهاز المناعه يضعف لاي سبب زي الاتش اي بي او الكيمياء او ترانسبلانتد بيشن عشان يحصل له ري اكتيفيشن ويسبريد فروم لور لوب تو ابر لوب، لان الاكسجين بيبقى عالي فوق في الابر لوب. عرفت بقى امتى التي بي تشوفه في الابر لوب؟ لما يكون المريض حصل له ري اكتيفيشن ويعمل السكندري تي بي، وده اللي بيسموه الاكتيف تي بي. الاحتمال الثالث وده مش مشهور، ان التي بي يكون صاب شخص اصلا مناعته ضعيفه والمناعه تفشل انها تحتويه، وهنا التي بي هينتشر من لحظه البرايمري تيوبركلوزز، وهنا هنسميه بروجريسيف برايمري تيوبركلوزز، وده برضه هيبقى زي خوف سكندري اسمه اكتيف تي بي.
يبقى انا لما اقول اكتف تي بي معناها انه سكندري تي بي او البروجريسيف برايمري تي بي، بس ما ننساش البروجريسيف برايمري مش مشهور. في حاله السكندري والبروجريسيف برايمري مفيش جرانيلوما او الجرانيلوما، فكت خلاص تبدا التي سيل تريليز السيتوكاينز عشان تحاول تكونترول الانفكشن، لكن في النهايه مش بتعرف، وده بيؤدي في النهايه لتكوين الكافيتي، والكافيتي بيسمح للبكتيريا انها تديسمينيت عن طريق الليمفاتيك وعن طريق الفاسكولار لاجزاء ثانيه في الرئه او لاي حته ثانيه في الجسم، وده بنسميه سيستميك ميلاري تي بي. الريسك فاكتور هنقسمهم لمجموعتين، الريسك فاكتور فور تي بي اكسبوجر وهوم مان، الهوملس، الهيلث كير وركر، الاميجرانت، البريزونرز. المجموعه الثانيه الريسك فاكتورز فور ري اكتيفيشن، وده اي عيان عنده ليتن تي بي انفكشن او ان تي بي اي وتعرض ان مناعته ضعفت وبقى في ريسك ان يحصل له ري اكتيفيشن. ودول بقى بتوع الاتش اي في، الناس اللي بتاخد الستيرويد، الناس اللي عامله اورجان ترانسبلانتيشن، او اللي عندهم ليوكيميا او ليمفوما او اندستيج رينال ديزيز. في حاله الكرونيك رينال فيلر الريسك فور ري اكتيفيشن بيزيد من 6 ل 50 ضعف، وده بيبقى غالبا بسبب الامبير سيل ميديتد اميونيتي. كده يبقى خلصنا جزء البيزكس بتاع التي بي. ان شاء الله في الفيديو الجاي بنتكلم عن الكلينيكال، وده هيبقى شامل الكلينيكال بيكشر اند المانجمنت. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.